السلام عليكم طلبتنا الأعزاء. اليوم هاي المحاضرة شغلة بسيطة جدا، هي اللوجيكال اوبريتورز. كلكم ماخذين الجبر الخطي وتعرفون شنو معناتها اللوجيكال اوبريتورز أو العمليات المنطقية، يعني على سبيل المثال الاند والاور والنور، الاكس نور واكس اور. هذه ما نتركها إلى محاضرات برمجة معقدة أخرى. بكل بساطة عندنا اللي هو الاند، لوجيكال اند، اللوجيكال اور، واللوجيكال نوت اللي هو النفي. هذا اللي راح نستخدمهم كثيرا ان شاء الله، خصوصا لما راح ناخذ الكنترول ستيتمنت الاخرى مثل الاف ستيتمنت، السويتش الى اخره، وايضا اللوبي لوبس مثل الوايل دو وايل الى اخره والفور لوب. زين، اللوجيكال اند كلكم تعرفوها، يعني ما احتاج اشرحها، كلكم ماخذين الجبر الخطي فما يحتاج لها شرح. فبكل بساطه نمر عليها. عندكم هذا اللي هو التروث تيبل مع اللوجيكال اند، ما يحتاج اشرحه لانه كلكم انتم ماخذيه بالجبر الخطي. نفس الشيء اللي هو فالس اند فالس، هي تعبر عن صفر وصفر، صفر وصفر، صفر صفر اند صفر صفر، والترو تعبر عن الواحد، صفر اند واحد شو يساوي؟ صفر اللي هو فالس، ترو او واحد اند صفر شنو هو؟ صفر او فالس. الترو اند ترو اللي هي واحد اند واحد فقط هي اللي تعطيك ترو. هذا بالنسبه للوجيكال اند. نفس الكلام بالنسبه للاور، الاور يختلف الموضوع، يعني عندك الفالس اند فالس راح تعطيك فالس اللي هو صفر، اور صفر اكيد صفر، بينما ويا الباقيات كلها ترو، يعني اللي هو صفر اور واحد واحد، وهكذا بالنسبة للباقيات. النوت اللي هو النفي، اللي هو اذا كان صفر لما تنفي راح يطلع واحد، ولا اذا كان واحد اذا تنفي راح يطلع صفر. نفس اللي ماخذيه انتم بالجبر الخطي. هذا جدول فقط، التحديث للجدول السابق اللي اخذناه، انما فقط اضيفت بي اللي هي النوت، واضيفت بي اللوجيكال اند واللوجيكال اور والايكواليتي اذا كان يساوي، وهذه لا يساوي. طبعا اكبر من اصغر من هذه المقارنات. هذا فقط اللي هو التحديث على الجدول، وما اعتقد مفهوم، وهي هاي المحاضره. زين، نجي احنا للمساله الثانيه اللي هي بهذه المحاضره. شنو عندنا هنا اللي هي الكنترول ستيتمنت؟ اكيد ان البرمجه مستحيل راح تكون فقط عبارة عن مجموعة أوامر برمجية واحدة وراء الثانية، أكيد راح يكون عندي مجموعة شروط. هذه الشروط راح أحتاجها تتحقق لأجل القيام بعملية معينة. أبسط مثال على هذا الباسورد. أنت بموبايلك لما تخلي باسورد، إذا كانت الباسورد صحيحة فالموبايل راح يفتح، إذا كانت الباسورد غلط فالموبايل ما راح يفتح. هذا شرط، الشرط هي الباسورد، إذا كانت متحققة وصحيحة فراح يسمح لك بأن تدخل الموبايل، إذا كانت غير متحققة فما راح يسمح لك تدخل الموبايل. هذا أبسط مثال للشروط وتحققها. نفس الشيء بالبرمجة، هو أصلا هذا كله منجز عن طريق البرمجة. فبالعادة سابقا ولاحقا في بدايات البرمجة ما كان أكو statement اللي هي الشروط، كانت تتم عن طريق عمليات معقدة لأجل تحقيق شيء مشابه للشروط اللي موجودة باللغات البرمجة الحديثة. كان مجرد تمر العمليات بسيكونس، يعني واحد اثنين ثلاثة وإلى آخره، عمليات فقط قد تقفز من نقطة إلى نقطة. هي هاي كانوا يستخدموها حتى تقدر تتحايل على البرنامج وتحقق أو تنفذ شيء مشابه للعمليات الشرطية الموجودة بالوقت الحاضر. بالنسبة لنا إحنا ما نحتاج هذا الموضوع نهائياً. ليش؟ لأنه لغة البرمجة اللي قاعد ندرسها هي لغة برمجة عالية المستوى، فعندنا دوال تقوم بهذه العملية واللي هي تكشف أو تتحقق من إذا كان الشرط صحيح، فراح تعطيك سماحية لتنفيذ الأمر البرمجي. إذا كان الشرط خاطئ فما راح تعطيك سماحية لتنفيذ الأمر البرمجي. إحدى هذه الدوال اللي هي if statement. if ترجمتها إذا كان الشرط متحقق
فممكن تنفذ العملية البرمجية اللي تحتها. إذا كان الشرط غير متحقق فبكل بساطة ما تنفذ العملية البرمجية اللي تحتها. طبعا هذا الجدول أريد من حضراتكم تحفظوه، لأنه هذه الكلمات ما ممكن تستخدمها كمتغير، وإذا استخدمتها فالبرنامج راح يطلع لك خطأ، وأحيانا الخطأ ما راح يكون مفهوم بالنسبة لك، فهذه مهم تحفظون هذا الجدول. زين، نجي إلى الصيغة العامة للإف ستيتمنت. الإف ستيتمنت إف تفتح قوس شرط، الشرط إذا كان متحقق داخليا البرمجيا من الداخل هذا راح يرجع، إذا كان متحقق راح يرجع 1، إذا كان ما متحقق راح يرجع 0. فإذا رجع من هذا الشرط بعد الإجراء العملية بالـ ALU أو داخل المعالج، أنت مالك علاقة بهذا الموضوع، إذا كان الشرط متحقق راح يرجع 1، إذا رجع 1 فأوتوماتيكيا هذه العملية البرمجية اللي تحته راح يتم تنفيذها، بخلافه راح البرنامج كله يعبر هذه العملية وينفذ الأوامر البرمجية اللي تحتها. طبعا إذا عندنا أكثر من سطر برمجي فبالتأكيد ما راح نقدر نكتبها بهذا الشكل، لازم نكتبها بين braces بهذا الشكل أو بهذا الشكل braces. بهذه الحالة خلي يكون عندنا أكثر من سطر برمجي، ماكو أي إشكال، ماكو أي إشكال. مثلا مع cout هذه تتنفذ سوية، تتنفذ سوية وماكو أي إشكال عندنا بهذه الحالة إذا كانت بين braces. إذا لا braces ما موجودة، لا الإف statement راح تنفذ فقط أول سطر برمجي والباقيات راح تنفذ في كل الأحوال إذا كان الشرط صحيح أو الشرط غير صحيح. فأرجو الانتباه لهذه النقطة لأنها كلش مهمة لما تكتبون برامج، لأنه مصدر خطأ كبير بالنسبة للطلاب. هذه هي الصيغة العامة للإف ستيتمنت. هسه راح نكتب برنامج بسيط يشرح هذه المسألة وناخذ عليها أيضا مثال إضافي. خلي نجي لشغلة مهمة، أنا حاليا شرحت هذا الكلام وأيضا ممكن أنتوا إذا حفظتوا إذا فهمتوا تقدرون أيضا تشرحوه، لكن ليش ما أمثل هذا الكلام بشيء أوضح ومفهوم وسهل حتى بالنسبة لغير المتخصصين؟ هذا التمثيل احنا نسميه الفلوتشارت. الفلوتشارت له قواعد وقوانين وصيغ، راح ناخذ احنا أبسطها. عندك هذا الشكل البيضوي يمثل العملية، هذه ملتقى مجموعة عمليات، عندنا هذا يمثل الشرط، فإحنا نجي هنا إف تمثل هذه الإف، إذا كانت الجريد أكبر أو تساوي 60 فراح يطبع الباست وبهذا يروح إلى نهاية البرنامج، إذا كانت الجريد أقل من 60 فراح يعبر هذا الشرط تنفيذه وراح يطلع مباشرة إلى نهاية البرنامج أو لإكمال العمليات الأخرى. هذه مجرد رابط connection. فبالأخير إحنا مثلنا هذه بشيء سهل وبسيط ويمكن فهمه بالوقت الحاضر، هذه مو شرط يعني، بعد يمكم أنتوا وشنو اللي تقدر تعبره. يفضل أنه لما تكتب برنامج معقد أنه ترسمه بفلوتشارت حتى يكون ممثل بشكل واضح بالنسبة للمستخدم أو بالنسبة للأستاذ. نكون بهذا خلصنا هسه الإكسبرشن مال الإف ستيتمنت، ننتقل إلى المثال. زين، خلينا نجي نسوي لنا مثال. طبعا اول ما نبدي راح نكتب الانكلود، ليش؟ لان اكيد راح يكون عندنا مدخلات وراح تكون عندنا مخرجات، فنجي نكتب الانكلود IO stream
العفو هيدر فايل. زين قلنا المين ما راح نستفيد من لا بيها مدخل ولا مخرج، طبعا هي كأي دالة لازم نفتح لها بريس ولازم نسد البريس احسن حتى لا تخربطون. نجي خلي نقول عندنا متغير اسمه اكس. زين هذا الاكس ايش راح تكون بي؟ خلي نقول احنا برنامجنا شي يسوي، راح يعرف درجة الطالب اذا كان طالب ناجح او راسب. فايش راح نقول؟ اول شيء راح نطلب انه من المستخدم يضع درجة الطالب بالبرنامج، نقول له سي اوت بليز انتر بي ستودنت جريد. زين هسه باعتبار راح يخلي درجة الطالب، نجي هنا ايش راح نسوي؟ راح ناخذها نقرا درجة الطالب وين نضعها؟ نضعها بالاكس. اوكي زين قرينا درجة الطالب ودرجة الطالب مخزنة بالاكس. هسه احنا نريد نحدد الطالب ناجح لو ما ناجح. شلون راح نحدد؟ نكتب اف، هاي الصيغة العامة، هسه فتحنا قوسين، نضع الشرط هنا. قبل احنا سولفنا على اكبر من اصغر من، اكبر من او يساوي، اصغر من او يساوي، واحد من شروحات الامثله. فنجي نكتب هنا اذا كانت الاكس اكبر من او يساوي شنو هي درجه النجاح؟ اذا كانت 50 فاكبر من او يساوي 50. ليش احنا خلينا اكبر من او يساوي 50؟ لانه اذا خلينا بس اكبر من 50 معناته الدرجات اللي راح تنحسب 51 فما فوق، بينما اذا اكبر من او يساوي 50 راح تنحسب الدرجه من 50 فما فوق هي درجة النجاح. فهسه إذا كان الأكس أكبر من أو يساوي الخمسين فأطبع cout ل student passed، معناته الطالب نجح. زين حاليا هذه العبارة لطيفة وممتازة وسهلة، لكن تعرفون انتم شنو اللي راح يصير؟ راح تنطبع مباشره ويا الرقم. فانت مبدئيا خلي ببالك دائما انه تنظم برنامجك، بس خلص خليها وبعدين نعدل بالبرنامج. طبعا التريك اللي قلنا بيها حتى توقف برنامجك تاخذ قيمه للاكس. خلينا نجي ننفذ البرنامج. يجي يطلع لنا بليز انتر ذا ستودنت جريد. خلينا نقول الطالب محصل 20 اللي هي اقل من درجه النجاح، صحيح؟ زين اذا اقل من درجه النجاح راح يطلع شيء؟ راح تتحقق الشرط؟ ابدا مستحيل راح يتحقق الشرط. زين خلينا نشوف البرنامج يمشي. لا لانه ما دخل بالاف ستيتمنت، السي اوت ما انطبعت. نجي ننفذ البرنامج مره ثانيه. هسه خلينا نقول الطالب محصل 60 نجح، اذا مفروض يدخل داخل الشرط وينفذ الامر البرمجي. الامر البرمجي شنو هو؟ سي اوت ذا ستودنت باست. تلاحظون انه طبعا ذا ستودنت باست. زين هذا طبعا شيء ممتاز. زين بعد شنو؟ زين في حال اذا الطالب رسب، انا اذا اطبعها، إذا طالب رسب شلون أطبعها؟ أضع شرط آخر، أجي أقول إذا كان الأكس أقل من الخمسين راح أجي أنسخ هذا. إذا كان الشرط أقل من الخمسين فأنا شنو اللي أريده؟ أقول طالب رسب، طالب رسب. هسه يبين التفكير بالبرمجه الصحيح شلون يصير. الطالب رسب. زين خلينا ننفذ البرنامج ونشوفه يشتغل صحيح ولا لا. هسه احنا اذا حصلنا 20، طبيعي الطالب راح يكون راسب، فايش راح اطبع انا؟ ما راح ادوس انتر، راح يطبع لك
الطالب راسب. أعيد، أنفذ البرنامج. إذا حصل 70 الطالب نجح. هذا برنامج بسيط طبقنا به الإف ستيتمنت، ونفذنا به برنامج بسيط راح يعطيك طالب ناجح أو راسب من خلال تطبيق هذني الشروط. زين، طبعا بكثير من الأحيان أنا إذا كان عندي مثل هذا الشرط أحتاج أنه أسوي الإف ستيتمنت مرتين؟ لا، ما يحتاج، لأنه لغة السي وفرت لي إمكانية أنه يكون عندي شرط وخلاف الشرط أيضا أقدر أنفذ تعليمة برمجية. شلون هذا راح يصير؟ بهذا الشكل اللي هو if مثلا student grade is greater than or equal مثلا 50 أو 60 then print passed. بخلافه طبعا إذا كان فوق 60، إذا غير هذا شنو معناته؟ إذا كان أكبر من أو يساوي 60 ناجح، إذا كان أقل من هذا أو غير هذه الدرجة، وإذا كان أقل من 60 وماكو عندك لو أكبر لو أقل، فإذا كان أكبر فإذا كان العفو إذا كان أصغر شنو معناته؟ الطالب رسب، فمجرد أطبع failed. فبكل بساطة ممكن نعدل برنامجنا لأن يكون بهذا الشكل، وهو أبسط بالتنفيذ وأسهل بالفهم خصوصا بالنسبة للبرامج المعقدة. التمثيل الجرافيكال مالته راح يكون بهذا الشكل، راح يجي يبدي البرنامج يشتغل، يجي يطلب من عندك لدرجة الطالب، يجي هنا أنا شنو عندك، يجي يقول لك إذا كان أكبر أو يساوي 60 أطبع فاست، إذا كان هذا الموضوع يختلف إذا أطبع فيلد، وبهذا يستمر البرنامج على هذا الشكل. طبعا الـ if else statement أكو مكافأة لها اللي هي هذه اللي هي conditional operator، هذه ممكن راح أخلي لكم أمثلة لها ممكن تقروها أنتوا حتى للدخول بالموضوع. طبعا أكو إمكانية واحدة من ميزات الـ if else statement أنه تقدر تسوي nest من عدها، يعني تقدر أنت تفصل الطلاب على سبيل المثال اللي عنده من 90 لل80 هذا معناته حصل A معناته excellent، إذا كان من 80 لل70 جيد جدا B أو very good، إذا كان من 70 لل60 راح يكون محصل درجة C أو مقبول، وإذا أقل من 60 failed. هذا هو البرنامج وهسه نطبقه. زين، خلي نجي نعدل برنامجنا الأصلي حتى يكون واضح بالنسبة لكم. زين، أنا هسه هذه نفسها راح أخيها، هذا راح أبقي البرنامج، هذا البرنامج راح أبقي، إنما فقط أعدل البرنامج. زين، شلون ألغي هذا؟ هذه ايضا واحده من البرمجه التريكس، بس عفوا مو تريك، الاساليب البرمجيه المناسبه انه انت ما تمسح الكود مباشره، لا انه تخليه وتجرب بالكود الجديد حتى تتاكد انه، والكود القديم اصلا متاكد منه يشتغل 100%، اذا طلعت النتائج صحيحه اذا ما عندك مشكله. واحده من الاساليب اللي هي اصلا مستخدمه من ايام البرمجه بلغه السي قبل لا تنتقل للسي بلس بلس، قلنا احنا اذا خلينا دبل باك سلاش راح تكون هذه تتحول الى كومنت، يعني ما يكون لها اي تاثير بالبرنامج، لكن اذا اريد انا اسوي كومنت لمجموعه من الاسطر راح اخلي باك سلاش ونجمه، شوفوا كلها تحولت، لكن انا ما اريد كلها احولها، انا اريد فقط العفو فقط هذا الجزء ألغي، فبعدها أخلي نجمة وباك سلاش، فتلاحظون أنت هنا هذه كلها لغت لكن هذه بعد هي فعالة. زين، هسه شنو الكونديشن مالتنا؟ if x أكبر أو تساوي 50 the student passed. بعدها هسه هنا ايش راح أخلي؟ راح أخلي ال else بدل ال if statement الثانية حتى لا تخربطني. else إذا كان الموضوع يختلف يقينا ال student failed. زين، هسه نطبق البرنامج.
ونخلي مثلا خلينا نقول 60 يقينا الطالب نجح student pass. اعيد اطبق البرنامج نفسه، اذا خليت 20 فالشرط الاول ما متحقق، فلهذا اروح للالس مباشره راح يطلع لي the student failed. زين هسه نجي نطبق النستد اف ستيتمنت، هذا نخزنه كاكزامبل الثاني. زين خلي نجي نفتح لنا واحد جديد. زين نجي ننسخ البرنامج، كود بالأحرى ماكو داعي. أنا نعيده طبعا، نجي أول شيء نكتب include iostream.h العفو void main، نفتح البريس integer، هسه نعرفها student grade، ونجي ننسخ الكود. عفوا لا هاي ما نسخت، ما نسخ، نجي هنا جعلنا بالبرنامج. زين هذه نعدل البرنامج، هسه اعدله ونرجع لكم. هسه طلابنا تلاحظون هنا شنو اللي صار عندنا، هسه طلابنا تلاحظون هنا شنو اللي صار عندنا. بعد تعديل البرنامج عدلنا البرنامج، سوينا انتجر ستودنت جريد اللي راح نخلي بيها، هسه تلاحظون شنو الخطأ اللي صار هنا حتى ننتبه له مره ثانيه حضراتكم. هنا أنا راح نجي اذا كان الستودنت اكبر او يساوي 90 فاذا هو عنده اي، بخلافه اذا كان الستودنت جريد اكبر او يساوي 80 فهو بي، وهكذا الى ان نوصل للاف الدي. زين اذا كانت ما موجود فالموضوع معناته الطالب راسب. زين ممكن نضيف كلاسيفيكيشن اخر ايضا، انه ايلس اذا كان طالب جريد أكبر، العفو أكبر أو تساوي الخمسين، معناته cout شكون إيش يكون حصل؟ راح يكون حصل مثلاً إي، بخلافه معناته رسب. زين هسه هذا برنامجنا يشتغل مفروض، خلينا نشوف، خلينا نجرب نشوف. نجي ننفذ البرنامج، طلع لنا هذا الخطأ. شنو هو الخطأ؟ خلينا نجي نشوف شو يقول لنا. undefined simple student grade. زين ليش؟ لاحظوا نقطة مهمة، لاحظوا المتغير هنا شلون عرفنا student grade. زين املاء نفس الشيء صح لو لا؟ الفرق الوحيد انه عندنا هنا اللتر هذا capital لهذا ما تعرف عليه، بينما هو تعرف على انه يكون اللتر سمول. هذه كلش تنتبهوا لها، رجاء كلش انتبهوا لها، وانا تعمدت اسوي هيك حتى تنتبهون. لاحظوا انه البرنامج ما اشتغل، برنامجكم خطا. ليش؟ لانك ف
فقط غيرت واحد لتر واحد من المتغير من الكابيتال الى السمول. فنجي مثلا نعيد هذا نسويه هو كابيتال، خلاص ماكو اي اشكال، البرنامج يشتغل طبيعي. زين هسه نجي خلينا نقول له مثلا الطالب حصل 85. 85 وين هن؟ المفروض هو حصل بي، مضبوط؟ احسن، هذا هو، اذا مضبوط البرنامج اشتغل. ما دام اكبر من، هل هو اكبر من ال 90؟ اكبر من 99؟ 85؟ لا، اذا هذه نتركها. نجي ايلس، اذا هل هو الستودنت جريد اكبر او تساوي ال 80؟ نعم صحيح، اذا راح يطبقها والباقيات كلها راح تهمل. خلينا نجي نطبقها مره ثانيه، انما على فد شيء بعيد. خلينا نقول مثلا الطالب حصل 55، حصل الاي، شلون؟ هل ال 55 اكبر او تساوي 90؟ لا يهمل هذه. نجي للالس نطبق اللي بعدها، هل اكبر او تساوي 80؟ لا هذه تهمل. نجي للالس اللي بعدها، هل هو اكبر او يساوي 70؟ ايضا لا هذه تهمل. اللي بعدها، هل هذا اكبر او يساوي 60؟ ايضا لا هذه تهمل. نجي للي بعدها، هل هو اكبر او يساوي 50؟ نعم صحيح، اذا نطبق هذه. زين في حال اذا الطالب راسب، نجي هسه نطبقها مره ثانيه. اذا كان الطالب راسب خلينا نقول حصل 20، 20 المفروض تطلع له اف يعني فيل. زين شلون؟ ال 20 اكبر او تساوي 90؟ لا. اكبر او تساوي 80؟ لا. اكبر او تساوي 70؟ هذني كلهن يهملن، الاي والبي والسي والدي والاي كلها تهمل. زين اكو عندنا بعد اف ستيتمنت؟ ما عندنا، بس احنا عندنا اخر شيء اللي هي الالس. احنا اذا ما عندنا اكبر او يساوي 50، خلاص بعد الطالب راسب، اذا كان 20 او اذا كان 40 او اذا كان 10 او اذا كان 0 فهو الطالب راسب، فاوتوماتيكيا راح يطبع الالس الاخيره اللي هي الاف. هذا ينتهي بهذه البرنامج. طبعا اكو وسيله اخرى للتنظيم اللي هي هذه، ممكن يجي تنظمها بهذا الشكل عادي، ماكو اي اشكاليه، مقبوله وما بيها اي اشكال.